نحن هنا اليوم في المركز الإسلامي نحتفي بفعالية اليوم العالمي للغة العربية، ونزداد شرفا بأن تكون هذه الاحتفائية في هذا المكان المبارك، المركز الإسلامي في فيينا. اللغة العربية كما معلوم هي روح الإسلام، هي روح القرآن، ولذلك ربط الجالية بهذه اللغة كهوية، جزء من الهوية الإسلامية وجزء من الهوية العربية، وتمشيا مع الفكرة والغاية من إيجاد هذه الاحتفائية على المستوى الدولي، لما لا نشارك نحن ونحن في المركز الإسلامي في فيينا جالية كبيرة، لما لا يكون لدينا كذلك بصمة ولمسة في المشاركة في مثل هذه الفعالية. حاجة الجالية للاجتماع، حاجة الجالية للتعرف على بعض المنتجات الفكرية من خلال الكتب، من خلال أدوات التعلم، تعلم اللغة العربية، كذلك الالتقاء بالمخططين المختصين والمهتمين بتعليم اللغة العربية. كل هذه أهداف وغايات للاحتفاء بهذا المناسبة السعيدة علينا جميعا. ودور الدين في تعليم ونشر اللغة العربية دور هام جدا، لأن المسلم عندما يتعلم اللغة العربية بنية أنه يتعلم الدين، فيكون عنده دافع قوي من الداخل، من الداخل، فيتعلم سريعا ويتعلم ويريد المزيد. فلذلك أهم شيء عنده يتعلم القرآن الكريم، وقرآن الكريم هو من الدين لأنه هو أساس الدين والسنة المطهرة، كذلك الفقه الإسلامي. فدور الدين في تعليم اللغة العربية دور هام جدا. أهم المعايير التي يجب أن نتوخاها ونعتمد عليها في تعليم اللغة العربية هو خلق فضاء مناسب للطفل بوسائل قريبة من الطفل، لجعل اللغة العربية لغة قريبة بوسائل بسيطة، والتركيز على المهارات التي نرجوها، إضافة إلى أن يكون محيط الطفل أيضا محيط محب للغة العربية ومهتم باللغة العربية، بحيث أنه يعرف أن اللغة العربية ليست لغة مدرسة فقط وإنما لغة حياة. اللغة العربية تواجه تحديات جمة في دول المهجر، أبناؤنا يعانون من أداة التعليم غير المتوفرة بصورة كافية، المعلم غير المتقن غير المحترف، هناك أيضا تحدي في التلقي، تحدي نفساني كبير حين يجد الأب الأم لا يعرفون كيف يتحدثون باللغة العربية الفصحى، في حين هو ملزم بتعلم لغة عربية فصيحة. هناك عقبات تواجهه في وجود تلك المجتمع الذي يتحدث باللغة العربية. هذه تحديات تواجه وعقبات يجدها الطفل، يجدها الشاب، يجدها الكبير، كؤود، عقبة كؤود حتى يتقن هذه اللغة. حتى في أروقة الأمم المتحدة مثلا، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية وهو يوم أقرته الأمم المتحدة، يجد أبناءها لا يتحدثون بها، يتحدثون بغيرها، يفضلونها أو يفضلون غيرها عن اللغة العربية. فهذه التحديات الجمة الكبيرة يجب أن نتجاوزها، ويجب أن نسهل تعلمها لأبنائنا حتى تكون لديهم لغة محببة وجميلة. تقدم الحكومة النمساوية خدمة تعليم اللغات الأجنبية للمواطنين القادمين من خارج النمسا، اللغة العربية، اللغة التركية، التشيكية، الهنغارية، لكل المواطنين. وهذا يتم في من مدرسين مؤهلين لتعليم اللغة العربية وفي المدارس النمساوية وعلى حساب الحكومة النمساوية، ولكن غالبا ما يتم بعد الدوام، بعد الدوام الرسمي للتلاميذ بسبب المنهاج والساعات وجدول الدوام الممتلئ المكتظ بالساعات. والطلاب عندما يتم تجميع حوالي 10 تلاميذ يتم تأمين ساعة لتدريس اللغة العربية. المنهج يضعه فئة متخصصة ويقوم بتأدية هذا المنهاج مدرسون مؤهلون باللغة العربية، وغالبيتهم قادمين من الدول العربية.